أكد المتحدث باسم الكريملين اليوم استحالة عودة روسيا إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بمصالح روسيا في الاتفاق لم يتم تطبيقه. وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان واضحا بشأن إمكانية إحياء الاتفاق في حال تم الوفاء بالجزء الخاص بروسيا في الاتفاقية. وكان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في جويليا الماضي يهدف إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي عطلتها الحرب في أوكرانيا بأمان عبر موانئ البحر الأسود.